عاد الجيش اللبناني الهدوء إلى مدينة طرابلس شمال البلاد بعد ليل طويل من المواجهات مع المحتجين أسفر عن مئات الإصابات في اليوم الثالث من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت وسائل أعلام لبنانية إن المتظاهرين انسحبوا فجرا من شوارع المدينة إلى أنه أعيد فتح طرقات ساحة النور ومحيط سرايا طرابلس، في حين لا يزال أوتوستراد البداوي مقطوعا بالاتجاهين بالشاحنات والإطارات المطاطية. أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأردن ومصر تقدما بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في فبراير المقبل.